حياكم الله مشاهدينا في آخر فقرة من فقرات صباح الشارقة. مشاهدينا كلنا له أمال وأحلام جميلة يتعلق بها، قد تكون مرتبطة بأهداف معينة وبأشخاص مقربين، لكنها إذا ما تحققت قد نصاب بالخيبة والخذلان، وكلما كان حجم الحلم كبير زادت الصدمة والإحباط. كيف راح نتعامل مشاهدينا مع الخذلان وخيبات الأمل ونستعيد عافيتنا بعد كل عاصفة إحباط قد تعتري صفو أيامنا؟ هالشيء راح نتعرف عليه من خلال ضيفتنا في استوديو صباح الشارقة الأستاذة آسيا القرشي، مدربة تنمية بشرية. صباح الخير أستاذة، وحياك الله ويانا في صباح الشارقة. صباحك سعادة بإذن الله، والله يحييكم يا رب. يعطيك العافية. يعني مثل ما ذكرت في المقدمة أستاذة، الخذلان هو شعور يصاب بالكبار وهم يعرفون معناه، وحتى يصاب بالصغار أصلاً يمكن هم ما يعرفون معنى الخذلان، ولكن نتحدث عن مدى تأثير يعني الخذلان على نفسية الإنسان. نعم فعلا الخذلان له أثر سلبي علينا نحن في أدائنا، في إنتاجيتنا، في تركيزنا. الإنسان اللي يتعرض لخيبة أمل للأسف مو قادر يركز على أدائه، على مهامه، أو على علاقاته مع الآخرين. يعني تشوفون أنه يكون متذبذب نوعا ما، مضطرب في أكله يعني مرات يمكن يكثر من الأكل، يمكن يقلل، يمكن يرقد يكثر، أو يمكن مو قادر أصلا يرقد، فهو يعني سبحان الله بين ليلة وضحاها يتقلب بالألم، يتنفس وجع. فنعم للأسف الأثر النفسي قد يصل إلى الاكتئاب حتى والانعزال والانزواء. في ناس ممكن وصلوا لدرجة أن يعني قرروا أنهم يعتزلون العالم لين ما ماتوا، وفي ناس يعني وصلوا لدرجة الانتحار. فمن أشياء بسيطة جدا ممكن تؤدي إلى أمور أكبر للأسف. أستاذة نتكلم عن أسباب الخذلان، ليش الشخص ممكن يصاب بالخذلان أو خيبة الأمل؟ هي أسبابها كثيرة. ممكن سبحان الله طبعا الخذلان مش بالضرورة من شخص محدد، ممكن من موقف، ممكن أنا أكون سبب أني أنا خذلت نفسي كوني أحتاج أني أوصل لمرحلة من المثالية، أو أبغي أتميز في شيء، أو مثلا أبغى أحصل على امتياز وأنا ما حصل. ممكن أنا دخلت في مشروع تجاري وخسرت فأنا انخذلت في الفترة هذه. يمكن أنا موظف ومضغوط جدا لابد أني أنجز مهمة بتميز عالي والناس يضغطوني، في حالة وما توفق معني أحاول جاهدا ناس ممكن يعايروني. ممكن سبحان الله يكون الخذلان بعد حالة طلاق، يمكن سبحان الله يكون من الأهل، ممكن سبحان الله الخذلان تكون من كلمات من ناس نحن ضحينا لهم وايد، من ناس نحن الأمانة كانوا هم كل شيء بالنسبة لنا، تعلقنا فيهم وكان سقف التوقعات عالية جدا. بعض الناس سبحان الله يوم يدخلون في حياتنا نتحرى أن رب العالمين سخر على هيئة يعني بشر، هو ملاك على هيئة بشر أن ينقذني ويسر يعني يحل مشاكلي، وانا شو اسوي؟ احاول قدر الامكان اكون اتكالي على هذا الشخص. فلما احصل ان الشخص ما يساعدني نفس الشيء اني احس انه مثلا في صدمه، ممكن الانسان هذا ما يكون واثق من عمره، يمكن سبحان الله محاط بناس سلبيين جدا، فكل مره يحطمونه فيوصل لمرحله من الاكتئاب. جميل. هل ممكن عفوا اسمعي ممكن استاذه انخذل إذا حطيت أهداف كبيرة أو أحلام كبيرة توقعات كبيرة؟ بالضبط، مش بس أني أهداف كبيرة، يمكن يكون عندي هدف واحد أو حلم واحد، يعني أنا محور حياتي عندي هذه الخطة أبغي أمشي عليها وأبيها تتحقق. لو رب العالمين ما كتب وما فيه الخير الإنسان يمكن هاي نحن بشر يعني نضعف، يمكن ما أعرف أنه فيه خيرة في الموضوع فأكتئب أقول لا ليش ما حققت هذا الشيء. فالإنسان لما يحكر نفسه في موضوع محدد في حلم نفس ما أنت قلتي ويحجم هذا الحلم وما رب العالمين كتبه ووفق له، سبحان الله ممكن يكتئب من شيء بسيط جدا. الخيره في مختاره الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه دائما اختارنا الافضل. صدقت. يعني مهما تجملت صوره انسان، موقف، مكان، اي شيء وصار العكس، يعني لو تقعد يعني 100 سنه طول عمرك تخذل، ولكن في النهايه راح تكتشف ان الله بعد عنك هذا الشيء لخير لك انت. فعلا يعني دفع مصائب اكبر، بس نحن مرات ما ندرك هذا الشيء، نزعل في وقتها، ولكن أو الخذلان يعني على حسب شخصية هذا. يمكن هذا الشيء يفتح لنا باب اليوم في أو يفتح لي يعني باب هالسؤال، في أنماط معينة أستاذة أو أشخاص هم أكثر عرضة للخذلان أو سريعين الخذلان إن صح التعبير؟ نعم، كل الشخصيات وكل الأعمار هي تتعرض للخذلان. من اللي تطلع معهم أو الأثر أكثر شيء مع الشخصيات الحساسة وشخصيات الكتومة. شخصيات الكتومة ما عندها أحد يعني يتنفس له، أو حتى هم ما يحبون يعبرون عشان ما يعتبرون ضعاف. الشخصيات الحساسة لأن سبحان الله نوعا ما الذكاء العاطفي هم أذكياء عاطفيا، لكن كثيري الانفعال خلينا نقول أو مشاعرهم عالية جدا. الأعمار إذا نتكلم عن الأعمار طبعا سابقا العلماء شو كانوا يقولون؟ يقولون الطفل يمكن ما يتأثر، لكن لاحقا نكتشف
يكتشفوا أن الطفل يتأثر مجرد ما يفقد لعبة، أو مثلا ينتقل من مدرسة لمدرسة، أو يمكن سبحان الله أهله يعاملونه بطريقة مو بحلوة، أو يمكن مو قادر يشتري شيء وربعه عندهم، فهو هذا يأثر على خلينا نقول سلوكياته أو نفسيته، ممكن يظهر عند بعض الأطفال أو يمكن يتراكم عنده لاحقا. المراهقين أكيد يعني يتأثرون، في فئة ممكن أكثر الناس ما يحطونهم بالحسبان لأنهم يعتقدون أنهم حكماء أنهم خبراء، لهم كبار السن. كبار السن نحتاج أن نكون جدا يعني نرعاهم بعناية، نعطيهم الحب والعاطفة والحنان لهم بحاجة إليها، لأن سبحان الله على أبسط الأمور يتحسسون، توقعاتهم جدا عالية منا. أستاذة واسي، نتكلم عن التعامل مع الخذلان، كيف مثلا إذا أنا كنت في موقف وأصبت بالإحباط، أصبت بالخذلان، أصبت بخيبة أمل من شخص أو من موقف أو من أي شيء صادفني، كيف أتعامل مع الخذلان؟ طبعا في قبل الخذلان وفي بعدها. قبل هالواحد لابد أن يهيئ نفسه على كل شيء، أن الحمد لله الأمور بتكون طيبة، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، أنا أخلص قدر الإمكان في تعاملي مع الناس، أهندس المسافات بيني وبين الناس، يعني ما أتعلق فيهم، ما أرتبط فيهم، أرفع سقف توقعاتي، أحاول قدر الإمكان أني أمارس حياة صحية، لأن حتى كمية الأكل ونوعية الأكل تؤثر على جسدنا، لأن هي الخذلان عبارة عن سلسلة من التفاعلات الكيميائية تكون عندنا في الناقلات خلينا نقول العصبية في الجسم، لأن كلها هي هرمونات. لكن لاحقا لو لا قدر الله تعرضت لهذا الموقف، خلينا نركز على ثلاثة: الإيمان، الروح، الغذاء أو الجسد أو الفكر. الإيمان قدر الإمكان أني أحط في بالي نفس ما أخوي قال، أن هي خيرة، رب العالمين دفع عني مصائب، رب العالمين كشف لي أقنعة ناس ما كان لمصلحتي أن أنا أكمل معاهم، وأحط في بالي أن الإنسان اللي الله عز وجل يحبه، المؤمن اللي يحبه يبتلي دائما. الحياة ترى مش مستقيمة، مش بالطريقة اللي أنا أباها، فلما أقوي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ مثلا يوسف عليه السلام، حتى يعني في أمور لطيفة نتعلم من حياتهم، أداوم مثلا أكثر الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صحيح. هاي من ناحية الروحية بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أما من ناحية التفكير، في طريقة ممكن تكون جديدة، طريقة هي أني أقطع نفسي، لأن الفكر موجود في الدماغ والدماغ يتغذى بالأكسجين، فمرات لما الأفكار هذه تراودني أحاول قدر الإمكان أني يعني على الأقل 10 ثواني أقطع نفسي، مش أني أحبس، بحيث أني أوعد نفسي في صراع يكون داخلي أن أبغي أخذ أكسجين، والنفس الداخلي تقول لنا إنزين بس أوعديني أن أنت ما تذكرين السالفة. فمجرد ما أخذ النفس ممكن أشوف أن الفكرة تغيرت. فمن ناحية التفكير أني أحاول مثلا أكتب الأشياء السلبية في ورقة، أحرق الورقة، أحط في بالي لا أنا أستحق الأفضل، عساه خيرا، القادم موجود. يعني هاي من ناحية التفكير. من ناحية الجسد، في وضعية جميلة جدا في السباحة اللي هي الاسترخاء. صح. في الماء، هذه وايد تهدئ منا نحن، كذلك تأمل والاسترخاء، الأمور اللي نحن نعرفها، بالإضافة إلى ممارسة رياضة وكمية ونوعية الأكل اللي نحن يعني ناكلها، هاي كلها تؤثر. أحاول قدر الإمكان أعرف أني طبعا أثق في نفسي، أني أنا أقدر أكون دعم لنفسي، مش بالضرورة أني أنا أرفع توقعاتي من الآخرين، حتى لما أساعد الناس وأضحي لهم وبالأخير يعني سبحان الله أتوقع أنهم ما يساعدوني، هاي للدرجة لسبب واحد، أني أنا ما أخلص العلاقة والنية لله سبحانه وتعالى، يعني طلبت الأجر من الناس. لو أني حطيت في بالي الله عز وجل هو اللي يعوضني، يعني حالات أني أنا أرقد مظلومة ولا أرقد أني أنا ظالمة، يعني لما أصبر نفسي في هذه الأمور، فهني الإنسان ممكن يعني يهدئ من نفسه، أو يمكن يقلل من نفسه، يقلل من الألم اللي كان موجود فيه، ويكثر قدر الإمكان يعني من التوكيدات نفسه، أن أنت رب العالمين كتب لك الأفضل، يثق في نفسه. لما يكون منشغل في أنشطة أو في أهداف، أو حتى سبحان الله يكون في خلنا نقول في مكاتب، يكون له مجموعة من الأصدقاء من الأندية الثقافية، ممكن في حلقات التحفيظ، يعني يكون محاط في ناس إيجابيين تعوض عن الناس السلبيين، فممكن يعني هالأمور يتبعها. حلو يساعدة. يعني خطوات بسيطة، وهي ذكرت يعني جوانب عديدة مهمة: الدين وعلاقة الإنسان بربه، الأسلوب الحياة، كذلك مخالطة الناس الإيجابيين، ويعني كذلك استمد الطاقة الإيجابية منهم. فاجئوني والله، الوقت قصير.
طيب ممكن نصيحة قبل أن نختم الحلقة؟ نصيحة قبل أن نختم، الله سبحانه وتعالى يقول واصبر فإنك بأعيننا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ما عليه، هي فترة تؤدي، الوقت علاج لكل شيء. في شيء ممكن بعد أضيفة، حاولوا قدر الإمكان أنكم تكونون مع الأطفال ومع الكبار السن، لأن نتعلم منهم الحكمة، ولا تفقدوا الثقة بالناس، لأن نحن المجتمع قائمين على دعمنا لبعضنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. من صور الظلم أني أنا أسيء الظن بالناس وأخذلهم، فنحاول قدر الإمكان نحن نكون شعاع الأمل للناس الآخرين وما نخذلهم. يعطيك العافية أستاذة آسيا، شكرا لك وبيض الله وجهك على هالكلام الطيب. شكرا مشاهدينا الأستاذة آسيا القرشي مدربة التنمية البشرية على هذه المعلومات القيمة. وصل الختام جميع فقرات صباح الشارقة لهذا اليوم، أترككم بحفظ الله ورعايته ويومكم سعيد. مشاهدينا نلتقي على خير في حلقة قادمة من صباح الشارقة، إلى اللقاء.